فرح يمكن كثير بنسمع مصطلح الغذاء الصحي والاكل المفيد الصحي اللي له اثار ايجابيه، اهميه الالتزام بالغذاء الصحي، بس كلياتنا بنعرف انه الاكل طيب يعني ما فينا باشكاله. والمائده السوريه يعني غنيه بكثير من الاكلات بيقولوا لك لازم تتجنبها، بس الغذاء الصحي مطلوب بشكل اساسي بحياتنا اليوميه لنا ولاطفالنا، له اثار ايجابيه على صحتنا وعلى جسمنا. قديش في غذاء صحي له اثار كثير إيجابية على بشرتنا، يمكن لأنه كثير من الناس ونفسيتنا كمان، ونفسيتنا بشكل أساسي. لك مثلا بشرتك جافة لأنك ما بتشربي مي، مثلا بتاكلي بهارات، بتاكلي أكل فيه زيت. أهمية الغذاء الصحي وآثاره الإيجابية على حياتنا الجسدية والنفسية مع الدكتورة سواب الغبرة، أخصائية التغذية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم يا أهلا وسهلا. صباح الخير. كل سنة أنت سالمة يا رب. أنت سالمة يا رب. عم نحكي عن موضوع يمكن كثير العالم بتحبه، هو حقيقة متعة، بس إذا بدنا نحكي عن الغذاء الصحي المتوازن، شو تعريفه اليوم؟ شو هي يمكن الفيتامينات الأولية اللي لازم يحتوي عليها؟ هلا شوفي، نحن صرنا هلا مشكلة إنه نحن كثير ثقافتنا الغذائية عالية، لكن المشكلة تطبيقنا قليل. تمام، يعني بنعرف نفصص حكي كثير يعني وبنقعد نعطيكي بقول لك هلا يعني شو اهم الاكلات بس ما بنلتزم فيها بحد ذاته. يعني الاكل الصحي صار انه مربوط انت بعالم افلاطوني، وكل خس وكل جزر وشرب مي وهي فواكه، بالاخير بتطلعي عند بيع النابلسيه بتاكلي الاكل الصحي هذا المضبوط اللي بيحسن لك مزاجك. عندنا مشكله ببلادنا انه الاكل الصحي ما بنهتم بمذاقه الطيب، لذلك بتلاقينه بيحكي دكتور التغذيه بعالم بيطلعوا من عن عياداتنا، بتلاقيهم باليوم الفري عند بياع يعني مثلا حلويات، يا هي خلاص اتركني. اذا جسم لهلا مستلز بهداك الاكل، مهما حكينا عن اكل صحي واكل متوازن ما حيزبط شيء. تمام، لازم نصير الاكل الصحي واكل طيب، هي نقطه كثير مهمه. يعني هي اذا جمعناها ببلادنا وعودنا، هلا نحن عندنا يا اي بلد عندك يا له ثقافه الغذاء تبعه صحيح، مثلا عندنا اكلات مشهورين فيها، بس تيجي بتطلع على تركيبتها اذا بدك تشوفيها من قبل الصحيه لا تنتمي الى الصحه باي مطرح. مثل طيب اكلات كثيره هلا يعني انا في مره حكيت عن اكله اسمها الشاكريه، قد ايه اكله رائعه عنب، انا بحد ذاتي بحبها. انا ما بحبها بس هي لبن ونشا، يعني هي مثل ما بيقولوا خربان بيت على عصر الهضم تبع الجسم والقصص. هي مجموعات كثير عسيره هضميا، يعني مع انه اللبن خفيف وممكن يكون عندك يا يعني يمسك النشا والقصص هي، واللحم المسلوق اللي بقلبها بيجي طبق الرز معها، يعني بيطلع الواحد فايت بالحيط بعدها بهضميا. يعني عرفتي كيف؟ طيب لما بتقول دكتوره الكميه كمان بتلعب دور؟ اكيد. هلا انت عزيزتي ممكن تنظمي سير 4 سيارات عندك ياها بحاره، مو مثل وقت تنظمي 70 سيارة فاتت على حاره بآن واحد. فالفكرة أكيد الأكل اللي هو على دفعات كمان، بس كمان ما بدك تضلي طول الوقت رافع الأنسولين. إحنا كمان نحن بنمشي على صيام متقطع، بنقول كل ما نزل الأنسولين كل ما أنا عرفت أفتح خلايا دهنية وأحرقها من الجسم. فالقصص إلها كتير تشعباتها كأكل صحي، بس أنا جاي أحكي عن شيء عملي للإنسان. ما نقعد نحكي من إحنا عايشين ببلد فيها مقالي، فيها تمام. زيوت مو بيور صحيح. عنا هلأ وضع اقتصادي مو صح كتير، عنا يا يعني نقعد نجيب العسل الصافي والأكل تمام. ما بدنا نحكي بوادي والواقع عمليا وادي. المشكلة قوت الشعب البسيط اللي هو الخبز. أنا بقول الخبز سمون قاتل. تعي لإنسان بيقوت يعني ألا شيء صار سعره هو الخبز عندك ياها، وتجي تقولي له قيم الخبز وسمهم قاتل، وهو عم يشبع عيلته برغيفين خبز. طب أعطيني بديل بعدين، شو بدي أعطيك الحبوب المتكاملة الكينوا صحيح. ونحن هذا الأكل الصحي بعمرنا ما بنعرفها غير بالمحطات الفضائية وعم نسمع عنها. بدي شيء صح ينزل على الجسم بحيث انه يكون عندي خفيف ولطيف ويعمل مثل ما قلتي نضاره للبشره، تحسين للشعر. جايين نحكي عن وصفات خارجيه سمبل كثير بتقدري انت تحافظي فيها على رونق ويكون كمان نفس الوقت عمليه. طب خلينا نبلش يعني بخطوات عمليه، شو هو طيب. الغذاء الصحي اللي فيني فعلا انا اعمله بالبيت يكون طعمه، انا يعني بحس العجوبه هي يكون طعمه طيب، كلفته قليله واثاره ايجابيه على الجسم، يعني لكل الناس اللي عم تتابعونا، لانه كثير من الناس بتقول لك انا ما بدي يكون
يعني غريبة عن الواقع. أنا عايشة بواقع اقتصادي صعب، وبنفس الوقت بدي طعمي أولادي أكل يكون فيه فوائد صحية سليمة وبنفس الوقت خفيف على الجيبة. والمصيبة نور عن جد هي النقطة، أنه يكون سعره مناسب. أي دكتور تغذية للأسف نسبة كتير كبيرة منهم دكتورة، هي الشغلة يمكن عم نشوفها وفي معاناة حقيقية منها. تكاليف الوجبات هي كتير صعبة غالية. جدا يعني أوكي ممكن يستمر أسبوع بعدين صعب أبداً. خلينا نحكي عن هذا. هلا الفكره الاساسيه اليوم خلينا نحكي، ما دام حكيت وبلشتوا بالبشره، الاكل الصحي المتوازن للبشره، حتى ما نضيع المقابله بدرس علوم والعالم بدها فورا الحل. صحيح. البشره عندنا في بشره دهنيه، بشره جافه، بشره عاديه. في عندنا غذاء خارجي، غذاء داخلي. الغذاء الداخلي اهم من الغذاء الخارجي. لإنسانة عندها بشرة دهنية عم يصير عندها بصور، حب شباب، حب مو بوقته، وهالأمور هي لازم يتخفف الخربطة الهرمونية اللي عم يسبب هذا الإفراز الدهني الزايد. هذا بيهمنا أنه تتسكر شوي المسامات، يقل الإفراز الدهني بحيث ما تصير البشرة هي تسحب الدهن من الدم وتحطه على الجلد وتعمل هاي المشاكل هاي. هذا أهم شيء لأي بشرة دهنية تشوف على التوازن الهرموني بجسمها. هاي أول رقم واحد. والثاني شيء الزيوت المهدرجة جدا سيئة كأكل للبشرة الدهنية. يعني أول شيء بدنا نعمل وصفة المي والليمون حتى يصير عندي تسكير للمسام من الداخل ومن الخارج بشكل منطقي، قلونة الدم. والنقطة الثانية بالنسبة لنا أهم شيء للبشرة الدهنية كغذاء لها هي مية الرز. مية الرز تحتوي على نشا لطيف ما بينشف البشرة مثل النشا العادي، النقطة اللي بيساوي تضيق للمسام بحيث ما بيصير الإفراز الدهني عالي جدا. فأهم شيء لغذاء صحي مي وليمون هي تشربه، أولا بيعمل انتظام هرموني داخلي. نقطة ثانية تحط على وشها مية الرز، أي شيء تغلي رز شوي بدولة وتاخد قطنة وتضل تشتش وشها بالرز لينشف شوي عندك ياها، تغسل وتحط المرطب تبعها بحيث الهي. وما بدها تحط مرطب بالناقص لأنه كل المرطبات إلهم آثار دهنية. مهم بتلاحظ بعد فترة أنه خفت آثار البثور وخف الإفراز الدهني من وشها. نجي على البشرة العادية. البشرة العادية أهم شيء هي سليمة أكثر البشرات، أهم شيء لها تحافظ على رونقة هي مواد اللي فيها اللي عندك يا البانتينول من الخارج وفيتامين إي من الداخل بحيث إنها تكون متوازنة. فهي نحن ما بدنا نلعب بتوازنها. فيتامين إي بوجود بالزيتون هذا متوافر، زيت الزيتون العادي المتوفر بين إيديها. والنقطة الثانية الزيتون الإكسار منه. إجمالاً هذا البشرة العادية كل أسبوع بتحتاج إلى مسك بسيط يعني يغذيها. مسك عادي مثلا مثل كيف بدي لك يعني شغلة بسيطة تكون عندك إياها، ممزوج فيها بياض بيضة، شغلات عندك إياها فيها شوية عندك كمان ماء الرز وبياض البيضة، شوية مغذيات بسيطة مثل زيت الأولوفيرا والهالأمور هاي، أي مرطبات بسيطة بتتعاطى معها البشرة العادية. نجي للبشرة الجافة. أول شيء من الجفاف نحن أول شيء بنسقيها مي من جوا. هذا اللي اهم شيء من اهم من الماسكات ومن الامور هي كلياتها. تشربي جسمك مي، هذا اهم شيء بشكل المنطقي، مو بحيث انه المي تجي على فرد دفعه بحيث يصير احتباس سوائل بالجسم وعبء على الكلى. لا، كل شوي شوي قدامك بمكتبك ببيتك شفتين مي من انينه مي زجاجيه رائع جدا. اللي بيهمني امره للبشره الجافه من الخارج عندي الالوفيرا، عندي هذا جيل الصبار اكبر مرطب بيخلي البشره هي تسحب مي من الدم. الألوفيرا مرطب رائع. الألوفيرا بتعمل طبقة عدم تبخر الماء من البشرة. شيء ثاني غنية بمادة فيتامين إي بتمنع تشققها وتجاعيد البشرة، رائع جدا حتى للأنثى اللي بلشت بين الثلاثينات والأربعينات تبلش عندها عادة يوميا مثل فرشاية أسنان. كلياتنا عندنا صباريات فينا نفلعها ونحطها بمطربان كريم بسيط. هذا المطربان كل 3 ايام بده يتغير كون ما حنحط ماده حافظه نحن. صحيح. بهذا الحكي ونعمل عندنا الشيء اسمه التدليك الالوفيرا. الالوفيرا اول ما تحطيها بتحسي بشرتك مخطت او حسيتي كثير ماده لزجه صارت عليها، بتتفاجئي بعد 3 دقائق شربتها البشره شرب مثل الارض الجافه العطشانه اللي سحبتها سحب، بتدوري عليها ما بتعود تلاقيها، يعني ما بتترك اثار مثل مثلا ميه النشا في شيء شاد بتحسي على وشك شيء كان. 3 دقائق اعتبريها غبت لأعمق طبقة بالبشرة. حلو. فأنا شيء بيهمني المي الغذاء الأهم شيء وكله هذا سمبل بسيط هالقصص هاي. نفس الشيء إذا كان عندنا شعر، في شعر دهني في شعر جاف في هيك، من قابل هذا الحكي نحن عندنا يا بس بالعلاجات الخارجية. نجي لشيء اسمه الكلف والنمش والأمور هاي بتجمع التصبغات
نعرف نحن أشعة الشمس هي كتير بتضايقها بتغمقها، لأن نعرف إنه نحط نقي طريقة الواقي صح وقتنا نطلع على الشمس. نقطة تانية لتخفيفها حنعطي مثال بسيط على ماسك بسيط، مادة الحلبة ومادة الكركم رائعين لتبعثر التصبغ بالنمش والكلف. فإذا جبنا معلقة كركم وهي معلقة حلبة طحناهم حطينا عليهم، عندي جيل الصبار عندي إياها وشوية عندي بياض بيضة وخفقناهم مع بعضهم، ماسك لو بالأسبوع مرة. هلا انا اهتم ببشرتي، مو ضروري اني انا يوم كل يوم حاطه ماسك وقايمه ماسك وحاطه كسر صفر على وشي، لا. بس انا الفكره انه انت معلش يعني شيء طبيعي، انت طب انت عم توثق بهالكريمات اللي اسعارها باهظه، شو موجود بقلبها؟ يستحيل مهما قالوا لك كلها مواد كيميكال، يعني حتى ما افخر انواع الهي يستحيل ينجح ويربح اذا ما كان فيها تقريبا 60% من نسبتها كيميكال. حتى لو كانت مواد ذات جوده عاليه، صناعه البني ادمين تختلف عن صناعه رب العالمين. فهذا انا بقول لا، حط ماسكك بايدك وهيك ما لك مضطر انك انت تفوت على هالماركات الفخمه هي. المهم هذا الماسك عندي اياه بنحط على منطقه الكلف النمش او المنطقه اللي المسمره اللي بتحب الانثى تبيض حالها فيها شوي، رائع جدا هذا القصه هي لهالامور هي. نيجي للمناكل المناطق الحساسه والاسوداد وهالامور هي كلياتها، باي منطقه داكنه بالجسم اهم شيء بتشيلي الدكانه فيها الناتجه عن عمليه التحرك بهالاماكن هي انك تقتل البكتيريا المسببه للسواد، وهذا بيتنقتل ببرش الليمون مع عصرة ليمون، بنحطها مثل كيس حمام بسيط، بنعمل سكراب اولا للطبقه السوداء. ما بنعمل هذا الشيء بوشنا اصح، يعني هي ننتبه بالمناطق الداكنه السوداء اللي فيها مناطق تعرق، هي نقدر نعمل شويه سكراب فيها بدل ما نشالت عند الركب عند الكوع عند تحت القبطين اللي هو بدل ما نشالت هالطبقه السوداء بالنسبه لي قتلت لي البكتيريا المسببه للاسوداد. نحن صار فينا نحط يا ميه الرز يا نشا، النشا رائع جدا لمناطق تبييض المناطق الحساسه وسهل جدا. يعني كيف كان حتى بيروح التسلخات، كان الطفل وقت اهل اول اي شيء فيه تصميط او تسلخ يحط يعالجوا البشره بالنشا. النشا ماده مضاد التهاب فطري وطبيعي اروع من الروعه، حتى بالالتهابات الداخليه الهضميه نحن بنستخدم ميه رز. كيف تماما الطفل بيعاملوه وقت بيشربوه ميه رز وقت بيكون عنده التهابات هضميه، نحن كمان بنقول المواد المخاطيه داخل الجهاز الهضمي هي مثل الجلد مباشر مثلها تماما، يعني عندنا جلد داخلي. فانا بقول ميه الرز رائعه وكمان النشا والمي هي رائعه جدا لازاله الاسوداد بهالمناطق هي. أساس نقع دكتورة أو مجرد هلا شوفي أنا بقول في شغلتين بالمناطق الجسم يستخدموا النشا لأنه بيعمل تبييض أكثر، وحتى هي لو نشفت فينا المنطقة التعرق على طول عم ترطبها، يعني منطقة الغدد العرقية الله خالقها للترطيب، مو مثل الوش، الوش إلا شي نشفتيه بيتشقى فورا. فأنا بقول مية الرز للوش والنشا للجسم، وبعدين النشا عنده قابليه لترويح الالتهابات بشكل جدا عالي. هذا الامور هي. اذا جينا انتقلنا للهالات السوداء، الهالات السوداء مشكله هي بتلاقيها فظيعه وهي وارهاق وتعب هي. اي انسان عنده هاله سوداء غير طبيعيه مع انتفاخ انتبه على عضوين بجسمه، اذا بدنا نحكي عن الغذاء الصحي لهالقصه هي. هي عندك يا بغض النظر عن الارق والسهر والتوتر النفسي والتوتر هذا كثير لها عوامل، لكن اللي ما بننتبه انه هاي قرنة بتكون دليلة على تعب عضوين، يا اما الكلى يا اما الكبد. اذا رافق الموضوع عندي تنفخ مع دكانة وازرقاق شوي، يعني في شوية زرق، هذا مشاكل كبدية بحتة، يروح يدير باله على كبده يشوف وظائف الكبد شو صاير معها. اذا رافق عندي بدكانة سوداء تميل للاسوداد هي في مشاكل شوية كلى تماما، كلا ما عم تصرف، هي مناطق بتروح السموم لمناطق المجاري الدمعيه. اللي ما بيعرفوا اخوانا المشاهدين انه القناه الدمعيه من مراكز الاطراح بجسم الانسان، القدم من مراكز الاطراح بجسم الانسان. تلاقي لبسنا جراب ابيض بعد فتره صار اسود، من وين؟ المعادن الثقيله بتتجه حسب الجاذبيه الارضيه لقدمه. حتى نوعيه التعرق احيانا بفتره من فترات بيحس الانسان انه في عنده فتره بيصير رائحه جسمه غير رائحه الربيع، رائحه الهي، هي حسب السموم اللي صايره بالهي. نرجع للعين والهالات السوداء، اهم شيء بالهالات كمادات الثلج ليروح الانتفاخ. طيب شو بنعمل كمادات الثلج؟ هذا اذا صار عندنا ثلج او بوز، فشو بنجيب بابونج، بابونج عادي بنحطه بمكعب البوز، بنساويه كمكعب بسيط وبنعمل مساج بمكعب البوز دقيقه دقيقتين تحت
تحت جوف العين عندي اياها بهالمنطقه هاي. هاي القصه بتعمل اول شيء شد لهالجلده هاي الرقيقه اللي هي فيها اول خطوط تظهر، والنقطه الثانيه بتروح الانتفاخ، ما بتروح السواد ننتبه. فهي اول شيء بتغب الانتفاخ وبتشد. اي شغله شديتيها فهيت، اي شغله هي قاعده عامه بعلم الفيزياء، اي شيء تشدي بخف لونه تماما. هلا الشغله الثانيه اللي بيهمني امرها بعدها هي كمان بنحط عندي اياها عصير الخيار بينضرب الخلاط مع كمان شويه ميه رز، فبتلاقي صار بيضاد شوي لهالمنطقه، والجسم كل ما عملت له كمادات ومساجات هون تصرف السموم، راحت على المجاري اللمفيه اخذت الكلى او سحبها السموم، لانه كمان مركز الكبد هو مركز اطراح. الفكره الاساسيه مشان ما نفوت كثير بالتفاصيل، ناخذ اكثر قدر من الفائده ننزل على تشققات البطن. تشققات البطن وهي القصص تطول، هي يمكن انا ما عندي وقت، وقتنا خلص الساعه 10 خلص، ودائما الحديث معك يطول ودائما الوقت بيخلص بسرعه لانه دائما معك معلومات جديده ومفيده. الله يحميك يا رب. كل الشكر لك دكتوره، اكيد مكملين بحلقات جايه عن كل هاي التفاصيل، وبالفعل هي اسئله كثير موجوده عندنا ووصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا لك. شكرا لك دكتوره صواب الغبره، واكيد الحديث تتم بحلقاتنا القادمه.